شربت يا اختي؟ بقولك ايه يابا، بقولك ايه يابا، انا البعره اللي فاضي مش عايزاها. انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. ايش فيها الست الشيخة؟ لساكي تحت جناحي مهما قلتي. مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار وحلقه جديده من وشوشه. ضيفتي النهارده نجمه في التلفزيون ونجمه في السينما، حتى لو غايبه دايما اخبارها بتتصدر الترند، بتبقى قاعده في حالها والناس بتتكلم عليها، بتتكلم عليها سواء في شغلها او حتى بره شغلها. كل ده النهارده هنسمعه من ضيفتنا النجمه حورية فرغلي. حياتي منوراني. ميرسي يا ماري، وحشتني قوي ومبسوطه قوي ان انت معايا. وانا مبسوط جدا انك موجوده، وموجوده بشكل مؤثر وبشكل ناجح ودايما اعمال كويسه. بس خليني اقول لك، السنه دي مختفيه ليه؟ يعني السنه دي مش موجوده في رمضان، مش موجوده بره رمضان ليه؟ بص، انا من سنتين عملت مسلسل اسمه ايام في لبنان، ولما رجعت كان عندي لسه كذا عمليه كانت لازم تتعمل، فكان الموضوع صحي يعني كان غياب صحي، ما كانش كان الموضوع صحي، ودلوقتي الحمد لله بقيت فاين، وعايزه اثبت للناس ان انا موجوده واوكي وما عنديش اي مشاكل، ومتهيالي انا اي لوك بيتر، احسن من الاول. انت دايما بيتر ودايما حلوه من اول ما ظهرتي لحد النهارده، واي حاجه كلنا ممكن نقابل مشاكل صحيه تبقى الدنيا تطلع وتنزل شويه، بس في الاخر تمثيلك وشغلك بيتكلم عنك. بس عندي ليك خبر مفاجاه. قولي. ان انا هعمل مسرح. مسرح؟ ما شاء الله. هتعملي ايه؟ طب احكي لنا. لا دي بقى لا، ما اقدرش اقول. ما تقوليش تفاصيل، بس كوميدي استعراضي. كوميدي استعراضي. ايه ده، انا كنت بتاخدي مني وتقولي. طب احكي لنا ايه تاني الفتره دي بتحاولي تحضري له او ترجعي له؟ يعني هل في دراما؟ هل في سينما؟ انا عروض عليا 7 حلقات بقراهم. مسلسل 7 حلقات. اي، والمفروض ان كان في فيلم مع الاستاذ خالد الحجر، بس كان في مشكله في الانتاج، فلسه ما وقعناهوش ده. وعندي المسرح اللي بقول لك عليه ده. في نشاط كتير ما شاء الله. بس لسه ما فيش حاجه. ما فيش حاجه على الوقت يعني. بس فكره 7 حلقات، انت ما عملتيش حاجه كده بالشكل ده؟ يعني انا طول عمري بعمل يا 30 يا 60 يا 120. اول مره في طب موضوع. ايه اللي خلاك القصه؟ قصة حلوه، وبعدين كمان المؤلف الاستاذ جمال عبد القادر قال لي انه ممكن يتقلب فيلم حلو قوي برضه. بس انت مياله لايه اكتر؟ بصراحه انا لو ما جربتش ال7 حلقات، انا ما جربتهمش قبل كده، ما عملتش. بس نجحوا يعني، لما بنتفرج دلوقتي على البلاتفورمز وال7 حلقات بتنجح. يعني دلوقتي بيتعرض السفاح، يمكن احمد فهمي عامل صدى كبير، كان يمكن زينه عملت حاجه، كان دايما ال7 حلقات من ساعه ما بدانا نشوفهم هما بيعملوا صدى مع الناس. فانت حابه تخدي التجربه دي؟ طبعا احب اجرب كل حاجه طبعا. طب ما تحكي لنا كده، ليه بعد ساحره الجنوب وكنت مكسره الوطن العربي الكيرف ما فضلش في نفس العلو؟ يعني ساحره الجنوب اعتقد، وصححي لو انا غلط، هو اخر حاجه انت عملتيها وكنت مبسوطه فيها او كنت عاملاها كويس. عملتي اعمال بعدها بس مش بقوه ساحره الجنوب اللي قلبت الناس دي. لان كان في المفروض جزء ثالث، وانا مضيت الجزء الثالث، وبعدين فجاه ام بي سي استاذ احمد توفى، والناس اللي في الام بي سي كلهم اتغيروا، وقالوا ان المفتي بتاع السعوديه هو قرر ان مفيش تصوير جزء ثالث لساحره الجنوب.
انا بحاول وحاولت كتير ان انا اكلم شركات انتاج حتى لو مش تعمل جزء ام بي سي، لو ام بي سي مش عايزين يعملوها طب ما هو ممكن يبيعوا الجزء الثالث لاي شركه لو انتاج. لو ما فيش جزء ثالث حريه، انت الدور زي ده والبعد اللي وصلت له ممكن تعملي حاجه تانية بس بنفس القوة. ما قاليش حاجة واو يعني أنا بعد سحرتك الجنوب أنا جالي مملكة الغرب، كنت سعيدة جدا مع مدام فيفي وعجبني، وكان بس ما أعرفش ما نجحش قوي 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 زي المسلسلات اللي قبل كده ليه. بعدين ما جاليش قصص أنا عايزة أعمل، أنا عايزة أعمل أحسن من سحرة الجنوب كمان، يعني مش عايزة أفضل على ليفل واحد. فلما جالي ايام دور ما عملتوش قبل كده وشريره بقى مرات اب وعملتها بطريقتي، والناس كلهم قالوا ان الدور كان حلو قوي، بس هو عشان المسلسل بطوله جماعيه فتلخبطت الورقه في الموضوع. طب خلينا نقول انت عملتي اعمال سينما اكتر من الدراما، يعني لو حسبناهم عدد لا السينما اكتر، بس بعدتي عن السينما بقالك شويه ليه؟ ما تعرضش علي. طب ده سببه ايه؟ يعني نجحتي وكان بداياتك سينما ونجحتي فيها وعملتي عدد افلام مش قليل في سنك، يعني عدد افلام كبير بالنسبه لفتره التمثيل اللي انت مثلتي فيها. لاني انا كنت شغاله مع نيو سنشري. صح كده؟ ونيو سنشري كانوا محتكريني في الوقت ده. فاكتر اعمالي عملتها في نيو سنشري. وايام الثوره، بس في نيو سنشري اكتر حاجه واكتر اعمال نجحت، يعني اشتغلت مع رمضان في عبد موته وقلب الاسد. وبدايه كانت تكلمني شكرا. وكلمني شكرا طبعا كفي القمر مع استاذ خالد يوسف او الشركه العربيه العالميه. ايوه واشتغلت مع استاذ جمال عبد الحميد واشتغلت مع العدل واشتغلت، بس هم فجاه ما فيش. مشكلتك انطوائيه فما مش عارفه مش عارفه ما هو في سبب انا بنجح وبطله وموجوده وشاطره في مسافه كده بينك وبين الناس. انا بص هواري انا عشان طول عمري كنت مسافره بره، بقول لك انا ما اعرفش الناس. انا استاذ وحيد حامد قلت له حضرتك بتشتغل ايه؟ الاستاذ وحيد حامد استاذ وحيد عايم لدرجه ان يعني انا ما اعرفش يعني طول عمري عايشه بره، عدم معرفه منك وعمري ما بشوف ما كنت بتفرج على التلفزيون المصري خالص، كنت على طول يا فرنساوي يا امريكاني يا اما الافلام ابيض واسود، فما اعرفش اشكال الناس ما اعرفش اشكالهم. بس انت دلوقتي داخله في اكتر من 13 سنه تقريبا صح كده؟ لا انا بقول لك الكلام ده في الاول. انا عارف بس انا النهارده بعد 13 سنه في السوق المصري بطله ونجمه سينما تلفزيون برضه ما زلت اعرف الناس اللي انا اشتغلت معاهم، الناس اللي انا ما اشتغلتش معاهم ما اعرفهمش ما قابلتهمش. طب ده مش خطأ منك؟ خطأ مني ازاي؟ ما انا هروح اخبط. لا مش شرط انك مش شرط ما اقولش كده، بس اكيد في آلية للوجود ده او للتواجد ده، مدير اعمال او وات ايفر. ما انا مشكلتي ان انا ما عنديش مدير اعمال. انا مشكلتي ان انا كان عندي مدير اعمال وما بقاش عندي مدير اعمال، فهو ده ممكن مدير الاعمال طبعا هو اللي بيجيب هو اللي بيبقى مسؤول على الصفحات، هو اللي بيبقى مسؤول. انا قعدت فتره ما عنديش مدير اعمال، يعني سنتين ما فيش مدير اعمال، ما فيش حد يساعدني، ما فيش حد. زمان ما كانش عندي مدير اعمال، بس عملت كلمني شكرا وعملت كف القمر وعملت في شوارع الخلفيه لان المخرجين هم اللي كانوا بيدوروا على حريه. صح، هما اللي بيدوروا عليا. انا عمري في حياتي ما رحت المخرج ولا منتج قلت له لو سمحت عايزه قاعده اعمل ده او اعمل ده. ايه اللي خلاكي تمثلي اصلا يا حبيبي؟ يوسف شاهين هو اللي اقنعك؟ انا كنت اتقابلتوا ازاي او ايه اللي حصل؟ انا كنت ملكه جمال مصر 2002 واتنزلتي عن اللقب وقتها نور السمري صح كده؟ ايه سوري؟ اتنزلتي عن اللقب وقتها نور السمري. نور السمري فضلت في الفروسيه ودخلت المنتخب واتعرفت على مي اشتغل مع استاذ يوسف شاهين وصاحبنا جدا، وهي اللي فضلت ورايا لازم تيجي تقابل استاذ يوسف لازم تيجي تقابل استاذ يوسف. كان هو بيعمل ساعتها مونتاج هي فوت فاخدتني ودتني عنده في شارع شامبليون، كان معايا استاذ خالد يوسف، فقال لي انت انا عايزك معايا في الفيلم الجاي. قلت له حضرتك بس انا عايزه اعرف انا بمثل ولا لا، انا مش عايزه اقول ان الناس تقول ان انا بمثل عشان كنت ملكه جمال.
في ممكن اخد كورسز؟ فقال لي اه. فقال لي قال لي على على مروه جبريل، رحت اتمرنت معاها، وبعدين هو توفى. صح. فلما توفى خلاص انا نسيت الموضوع خلاص. ما كملتيش الكورسز؟ لا خلاص. لقيت مروه بتكلمني بتقول لي استاذ خالد يوسف بيسال عليكي وعايزك في فيلم، كلمني شوف. فروحي قبلي. فروحت له ووداني الفيلم وقال لي الفيلم، وافقت. وابتديت من ساعتها، من اول كلمني شكرا I did not stop بقى، كملت. وحبيتي الموضوع؟ يعني انا عارف انك انت عمرك ما كان من اهتماماتك، دايما اللي بيمثل بنسبه 90% بيبقى حلمهم من هم صغيرين بيحاولوا فيه انت الموضوع جالك مصادفه زي ما انت بتحكي. اه جدا. ايه اللي خلاكي بقى رجلك دخلت في الحكايه قوي كده؟ يعني ممكن تجربي ما تهتميش؟ اولا مش عارفه تفهمني ولا لا. هحاول. حياتي قبل ما اجي مصر وطفولتي ومراهقتي في حاجات كثيره قوي قوي انا اتحرمت منها. فدايما بختار الافلام للحاجات اللي انا ما عشتهاش وعايزه اعيشها، عايزه احس طعمها ايه. يعني عايزه تعيشي الحاله اللي ما عرفتيش تعيشيها. في حاجات كتير حريه ما اتحرمت منها. برغم انك انت عشان بس الناس، انت معروف ان انت من عيله كبيره وكنت بطلة فروسية، يعني اقصد ان الحرمان ما كانش حرمان مادي، انت ما شاء الله يعني كنت عايشه كويسه جدا جدا خالص. جدا من قبل ما تخشي الوسط. اه لا مش مادي خالص. ف فحبيت حبيت بدليل ان انا مش قصدي والله، بس لما بشتغل انا يا اما في الكارفان يا اما في اللوكيشن، بخلص لوكيشن كات انا في الكارفان اقعد اذاكر. مش ما معرفش اقعد، ما اقعدش اقعد بقى مع زمايلي او نتكلم او نهزر. استني بس، انت عديتي لي حته. ايه الحاجات اللي انت تقدري تقوليها لي كنت محرومه منها وتمثلتي عشان تحبي تعمليها؟ اللي تقدري تقوليه لي. مش هقول لك كل حاجه، يعني قولي لي حاجه او حاجتين. ام مثلا. مثلا. وده عملتيه في ايه؟ حسيتي بيه في الاحساس ده؟ ام مثلا في دوران شبرا. حسيت عشان تحسي الاحساس ده. انا عايزه اقول لك ان انا كان عندي مشكله كبيره في طلق صناعي، ان انا اعمل الدور ده. انا طلق صناعي مشهد الولاده مفيش دكتور رحت له الا وسالته هو الطلق ايه، يعني الواحد بيحس بايه. كل دكتور يقول لي كل واحده مختلفه. طب مامي الطلق ايه؟ كورباج. ايه كورباج دي؟ يعني سالت كل الناس اللي اعرفها كلهم قالوا لي كل واحدة مختلفة خالص عن التانية. وأنا ما أعرفش. فقررت بيني وبين نفسي إن أنا أتخيل إن أنا بطلع بني آدم من بطني وأشوف هيحصل إيه. وحصل المشهد العظيم. حصل المشهد والأستاذ خالد من كتر ما عجبه السريخ اللي طلع من ده حطه في التريلر. طبعا. الحمد لله. طب ايه تاني غير الام؟ عمري في حياتي ما كان عمري في حياتي ما كانت عملت دوران شبرا خدامه في عماره. فانت كنت محروم انك تنضفي، يعني ما قررتي انك تجربي النظافه. يعني قصدي بعمل حاجات ما عملتهاش قبل كده. هو ده الشغف اللي عندك في التمثيل؟ يعني سحرت الجنوب. بس انا جنبي كارثه دي، ما حدش فينا عملها. انا ترى اللي بتلبسوا دول دي كلنا محرومين منها، ما فيش حد فينا عمل اللي انت عملتيه. لا انا بقول لك محرومه منها وحاجات انا عايزه اعرف بيحسوا بايه. ناس كتير قالت ان بعد سحرت الجنوب اتلبستي او حاجه كده. كلهم انا مش اتلعنت، بس ما اعرفش ايه اللي حصل. في حاجه حصل لك اي مواقف في وقت تصوير ساحره الجنوب، سواء في الجزئين في البيت او لوحدك او حاجه، او حسيتي باي حاجه؟ يعني بداتي تحسي؟ لا ما هو مش شرط يكون حقيقي، بس من كتر الاندماج مع الشخصيه بيحصل حاجات. يعني بيبدا اللي حواليك يخاف منك، او حصل حاجه شفتي حاجه، او تخيلتي انك شفتي حاجه. لا بس انا اقول لك في الحج مثلا، واحنا داخلة المسجد انا دخلت، فالست اللي بتفتش الحاجات روح، بس اول ما شافتني انت كنت قلت لها وانا لدرجاتي كنت بخوفكم؟ اه طبعا. انا ما كنتش بحس خالص ان انا بخوف. لا هو الدور مع المكياج مع المزيكا مع الموضوع مع الحدوته. لا طبعا هو ما كانش نجح، لو ما كنتيش خوفتي ما كانش نجح. عايز اقول لك ان ده اول عمل اعمله من غير ما اعمل بروفا مع مخرج ولا نتكلم على تفاصيل. امال جبت الشخصيه منين؟ يعني اكيد ما قابلتيش واحده كده. اكرم قال لي حريه
انا عايزك تفاجئيني. طب فاجئتيه منين بقى؟ يعني من اول مرة؟ لا ثانيه، يعني على حد علمي هو ان التقمص والتمثيل خبرات مكتسبه. انا شفت حوريه النهارده، فانا لو هعمل دور شبه حوريه هاخد تفاصيل منها، قعدتها، لبسها، طريقتها. انت شفتي الساحرة الجنوب دي فين عشان تجيبي لها طريقه؟ او يعني جبتي ده منين؟ انا صنعتها. تخيلتيها؟ بص، كل بني ادم عنده عين طيبه وعين شريره. ماشي. فكل اللي لما سالوني انت هتتقلبي ازاي او هيحسوا ان فيكي حاجه ازاي، فقلت لهم العين دي ما تتحركش، يعني نظره كده ومفيش اي اوكي زي تمثال كده. والعين بقى العين الشمال هي اللي استخدمتها. فحتى عبد النبي بتاع اللغه، عبد النبي الهواء، قال لي هو ده. قال لي ايه ده؟ قلت له انا مش هعمل بقى زي الناس المجانين اللي هو واعمل كده. ما ينفعش. بمنتهى السلاسه والبساطه هعمل. ويمكن ده اللي خلى الموضوع ناجح، انه مش شبه حاجه نسب او طبيعي قوي، ما فيهوش، مش مفيش حاجه اوفر. كلام كتير عن الحاله الصحيه للحوريه في الرقبه، دايما تبقي قاعده في امان الله كده الاقي ترند حاله الصحيه للحوريه في الرقبه، حاله الصحيه للحوريه في الرقبه. طب حوريه فرغلي نفسها بقى، ما تقول لنا حاله الصحيه ونريح نفسنا بدل الفيك ده كله. الحمد لله انا زي الفل. الهيموجلوبين بتاعي كان 4 دلوقتي بقى 12. مناخيري الحمد لله بشم كويس وبستطعم الاكل كويس وبلعب رياضه ولسه في منتخب مصر وعضو اتحاد في الفروسيه. في الفروسيه مازال. هو معلش خلينا يعني نصحح عشان ناس كتير كتبت كلام غلط. وقوعك من الحصان كان هو سبب مشكلتك الاساسيه في مناخيرك، صح كده؟ حادثه. يعني لان في ناس حرفت الكلام ده، يعني تلاقي الكلام مكتوب بكذا طريقه، ولكن بيحب دايما يبقى الكلام من بقه صح. انا عارف انت حاجتين. انا كنت راكباه ومش حاطه سرج وراكباه بفسحه كده في المنصوريه. واللجام انا مش ماسكاه، كنت بلم شعر فمفيش ستربس ومش فيش سدل، فانا قاعده عليه هو بس. فقطتين اتخانقوا وعملوا الصوت اللي هم القطط لما بتتخانق. هو اتخض فنط وجمبز. رحت انا نازله على وشي وهو نازل، فهو الحدوه اتزحلقت في الشارع في الارض. في الارض نازل فوقيه، فمناخيري دي دخلت كلها جوه وجالي ديسك. بس وقع صعب قوي، حصان يقع على ظهر بني ادم دي بالظبط. بس ما زعلتش. ولسه بتركبي خيل؟ بس ما بقدرش. من غير سلك؟ ممنوع. ومن غير سلك؟ من غير سلك. لا هو ممنوع. انا بس الدكتور مانعني اني انط حواجز زي الصوره دي مثلا، حواجز 170 انا عارف انت كنت بطله، بس ما حرمتيش حركه انك تركبي حصان من غير سرجل؟ لا ما حرمتش. ليه؟ يعني الموضوع صعب، يعني مش اي حد يعرف يعمله. هو ما قصدش يعمل حاجه، احنا الاثنين ما عملناش حاجه غلط. هو بس خد. بس وارد تحصل يعني بعد الشر اكيد، بس وارد تحصل. انا كمان غلطانه، لان انا برضو يعني كنت واخده في نفسي قلم قوي، يعني هركبه يعني من غير سرج يعني. ما انا بطلت فروسيه بقى وحاجات كده. انا برضو يعني عملت كده يعني. هو اللي دخلك الفروسيه اصلا يا حبيبي؟ يا ده انا عندي 9 سنين. ايه اللي بقى اللي حببك في الفكره يعني؟ الرياضه دي من وانا طفله وانا مجنونه بيها. مجنونه بيها وما زلت مجنونه بيها لغايه دلوقتي. يعني انا ما اعرفش، يمكن ما قابلتش حد مجنون رياضه فروسيه غير احمد السقا طبعا ومصطفى شعبان كمان، بس ست ما قابلتش انها تبقى حابه الموضوع كده، او طفله يبقى ده حلمها. انا عارف طفله عايز تلعب باليه، طفله تلعب جومبو. بس اللي يلعب باليه ما ينفعش يلعب فروسيه. ليه؟ بيستخدموا انواع مختلفه من عضلات جسمه. هو ركوب الخيل محتاج عضلات قوي كده؟ انا بركب خيل بس مش بطل اكيد. انت ما بتشوفش اولا ده بطل العالم، عايز اقول لك رجله عامله كده من كتر ما ركب الحصان. انت ماسك انت اللي بتقول الحصان ينط، هو ما بينطش لوحده. هو لو عليه مش هينط، انت اللي لازم تقول له ينط برجلك. شغلته هو ليه بيدفع فيه ملايين. انت شغلتك توصله لنقطه تيك اوف صح. شغلته هو بقى انه ما يوقعش السلك، انه ما يوقعش الحاجز. فهي اتس 50-50 جيم. لو انا حماره بعرفش اركب وراكبه حصان ب 6 مليون مش هعمل حاجه بيه.
لو راكبه حماره وانا فارسه العالم مش هعرف. هي رياضه زي العربيه واللي بيسايق. هي لازم بين الاثنين، بين الفارس وبين الحصان، والترويض وفي علاقه جامده جدا بتبقى بيننا. انا عارف ان هو الموضوع فيه بيبقى فيه عشق متبادل كده. والحصان ده حاجه مهمه قوي عند الفارس بتاعه. وفي بطولات جمال وبطولات حواجز مصطفى شعبان بتاع جمال بياخد جمال سقع. لا ما بيركب معانا في حواجز. في حواجز انت بقى بتحب حواجز؟ انا حواجز. بس انت دلوقتي عضو اتحاد فروسيه، فممنوع اشارك. والبطولات دي فعلا ليها ناس وعليها اقبال. احنا لسه كنت الاسبوع اللي فات كان النهائي وكان في التلفزيون. الموج شكله عالي قوي النهارده في السمك. بقول لك يا سيد، هتعملي فيها يا اخويا مجذوب، هتعملي فيها ملبوس. انا ما باكلش من الكلام ده. الصبر اللي انت بتتكلم عنه اهو كله قاعد جنبك اهو. بصي هتعرف تحشي امتى؟ مش حافظها. هتعرف تحشي امتى؟ متعقل بقى. طب هسألها يعني شو تحتشي؟ لسه بنقول فاتحه ومش فاتحه. لا خجول والناب. طب خلينا نرجع لفتره ما قبل انك تيجي مصر. ايه اللي خلاكي تقرري تيجي مصر؟ حب عمري مات قبل يوم فرحي بيوم. فقررت انك تسيب البلد كلها وتتحركي؟ نعم. طب ليه ما فكرتيش في اوروبا؟ يعني وبانك كنت متابعه اكتر لبره وحابه الدنيا بره. كنت محتاجه اهلي، كنت محتاجه مامي، كنت محتاجه اهلي. محتاجه تيجي هنا؟ محتاجاهم. ولما جيتي دخلتي مسابقه ملكات الجمال؟ هي اللي دخلتها لي. مين؟ مامي. هي اللي دخلتك وما كسبتيها؟ ما كنتش مبسوطه لان انا ما كنتش بلبس كعب طول عمري، فدلوقتي لازم البس كعب. وقعت كتير قوي بقى. الكوزلوك ده اللي بتلبسوه الكبير والخوذه ولا بتاع، عايزين نعمل شعري بقى والبس كعب واعمل ست وكده. بس كانت اكسبيرينس جميله. ايه الحاجه اللي كانت في من طموحاتك لما جيتي هنا وما عملتيهاش واتاخرت لحد النهارده؟ ايه الحاجه اللي كنت رسمه تعمليها؟ اني اتجوز ويبقى عندي فاميلي. وما عملتيش كده؟ عشان ما حدش يتقدم لي. وانت ما عجبتيش بحد؟ لا. على كل النجوميه والعلاقات، واكيد في ناس كتير بتحاول. يعني بص انا بتصور، انا بتصور كتير محدش قوي سيلفي، بس بعد السيلفي ما بشوفش حد. مش قصدي كده. اكيد فنانه حلوه ومعروفه ونجمه. وحياة ربنا ما بتعاكس حتى في الشيء. مش عارف دي نعمه ولا نقمه. في الشباب بيقولوا لي ده فنانه، اقول لهم اهلا وسهلا. مفيش اي حاجه ثانيه. بس يعني انا عمري ما حد كلمني عزمني على درينك، عزمني على عشاء، عزمني على، مفيش حد كلمني على فرح، على خطوبه، حتى من الناس اللي انا اشتغلت معاهم. لا بتلاقي عمر ما حد كلمني عزمني على حاجه. انت عشان يا حوريه ما بتديش انطباع للي قدامك انك ممكن تبقي فريندلي. ازاي؟ لا انا مفيش ممكن. ما اصل اكيد اصل انت في الاخر ما حد يعني لو اسال الناس اللي انا شغاله. انا عارف بس انت يمكن بعيده شويه. بعيده في ايه؟ بس بالنسبه يعني انا عمري ما بروح عزوات، مش عشان حاجه، مش قصدي، بس انا الناس اللي توفت انا ما اعرفهاش، يعني انا ما اشتغلتش معاها. ماشي اوكي، ده طبيعي. لما ده ما تعرفيهوش خلاص مش مطلوب انك تعملي تروح العزا. افراح في ناس اشتغلت معاهم ولا ما عزمونيش على فرحهم، على افراحهم. اعياد ميلاد محدش، ما فيش حد من الوسط بيرفع سماعه التليفون عليا يعزمني على حاجه. هي ما فيش غير مدام صفيه العمري حبيبه قلبي الهانم طبعا، يعني بتكلمني يوميا. دي القمر كله دي. وطبعا الجميله بلبله طبعا، نبيل عبيد. ده الجيل اللي بيكلمني كل يوم في التليفون ونقعد وبنضحك وبنهزر. لا ومدام ميرفت امين كمان
طبعا يعني بص الجيل الهوانم ده الهوانم ده هو اللي بيكلمني، يعني هم اللي كلموني، هم اللي لقوا رقم تليفوني، هم اللي حاولوا يعني الناس اللي عندها رقم تليفوني اللي اشتغلت معاهم، محدش كلمني. انما الناس اللي انا ما عمري ما شفتهم بقيتهم بيكلموني. اسمعي دي مادلين تابر، عايز اقول لك ان لطيفه بتكلمني من دبي بالساعات، مدام ميرفت امين، مدام صفيه العمري. حرية، يمكن عشان انت مالكيش جيل كافحتي فيه، يعني دايما انا جيت على الجيل اللي هنا. جيتي على الجيل ركبتي على طول يعني آه. يعني يمكن انت ما كافحتيش، يعني عشان كده بقول لك انت بالنسبه لعدد السنين اللي اشتغلتيها، لو عديتي عدد الاعمال سواء سينما او دراما، لا هي ما حدش عامل الريكورد ده في السنين دي. وكمان انا ما طلعتش مع حد. انت لما بقول لك انت يعني ما مثلتش مع نجم عشان اطلع، يعني هو كلمني شكرا، كلمني شكرا، كان غاده وعمرو عبد الجليل آه. وكان تاني اول بطوله ليا رد فعل انا وماني، صح، كف القمر، صح، في بقى عبد موتى والقشاش و وقلب الاسد. قلب الاسد وقلب الاسد. لا وبعد كده عملت حاجات كتير بقى، نظرية عمتي وخالد وعارف، انا عملت حاجات كتير بس مش وطلق صناعي. لا ما انا عشان كده بقول لك ديكور ديكور ولا عملت، ما عشان كده بقول لك عدد الاعمال يمكن اكتر. ما حاولتيش انك انت اللي تقربي الناس ليكي؟ يعني عارف الجونه، انا دايما بسمع انتوا رايحين فين يا جماعه؟ رايحين عند حورية. هل ده حقيقي؟ لا انا عندي بيت كبير قوي في انا بقى فين يا جماعه رايحين عند حورية؟ لدرجه ان حد مره قال لي هو حورية بتطلع تنام وبتسيب البيت باب البيت مفتوح؟ لا انا الكلام ده حقيقي؟ ده كمان حقيقي. يعني هو كنت رايحه هناك اعمل فوتوشوت و بتقولي بتطلع تنام وتقفل عليها الاوضه وتسيب الباب مفتوح، اي حد بيخش ياكل ويشرب. قابلت الحفله كانت بتاعت سميح، كانت الساعه طبعا 12، ف قلت الامير وخالد فضل تعالوا نروح 12 الا ربع، فرحنا 12 الا ربع، جت الساعه 12 هابي نيو يير، رحت بايسه كل اصحابي واهلي وبتاع، و12 وربع انا كنت في السرير وقافله الباب عليا، قلت لهم البيت مفتوح، البيت اللي عندكم عايزين تتافطروا، عايزين يعني ده حقيقي اعملوا اعملوا، بس مالكوش دعوه بالسويت بتاعي، محدش يصحيني يعني ده حصل. فصحيت انا بقى 7 الصبح بقى صاحيه كده، لا ده نايمه هنا يا اصل انا مره حد قال لي كده، فقلت له قال لي رايحين كله رايح فين؟ كنت قاعد الجونه كده افواج، رايحين عند حورية. يا جماعه حورية فاتحه ايه حورية جوه؟ لا ده بيتها. لا بس عشان بيتي في حته. طب ما يعني الناس حابه ليه بقى لو كانت حورية فايقه شويه وما نمتش وكانت قعدت مع الناس كان ممكن يبقى في كونكشن الطف؟ بصراحة أنا حفلات نيو يير اللي هي الدم دم 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 مش بتاعت الصداع ده، وإن أنا أكلمك أقعد أزعق عشان تسمعني ماليش. أنا واحدة بنام الساعة 9 بصحى الساعة 6 إن شاء الله، ده من وأنا 9 عشان بسبب الفروسية، ماليش في ال I'm a very homey person، بحب البيت، بحب اوكي بسهر في شغلي لما بيكون عندي تصوير. بس الاكثر بيتوتي بس انما التام تام 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 لا لا انا 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 يعني بحب الايام الاغاني الرومانسيه بقى، سيلين ديون يعني الاغاني مش موجوده في الحفله في الحته دي خالص. طب قولي لي إلفيس بريسلي الاغاني عارف، قولي لي بالروقان ده كله كده، طب ايه الحاجه اللي حققتيها؟ انا سالتك كده ما حققتيهوش، سالتك ايه الحاجه اللي انت حققتيها ما كنتيش متوقعه انك تحققي، يعني الحاجه اللي حصلت لك ما كنتيش متوقعاها حاجه كويسه. اني اخد احسن ممثله مرتين من المعهد الكاثوليكي، ما تخيلتش ابدا ان انا اخد مرتين في فيلمين ورا بعض احسن ممثله. كان ايه وايه؟ ديكور وطلق صناعي. طلق صناعي. احب فيلم بالنسبه لك لو كل الافلام شغاله دلوقتي قدامنا هتوقفي ده؟ نظريه عمتي غنيت فيه، وكان اول مره كنت اغني. طب ومسلسلات مسلسلاتي الحياه كلها
كلها بحبها. لا واحد هتتفرجين على واحد اتفرجت طبعا هقول لك ساحره الجنوب طبعا لان اكتر حاجه لان هو من 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 المواضيع اللي انا بحبها او بحب اقراها يعني. لا لكن لا سيدنا السيد شوارع الخلفيه حكايه بنات قلب الدنيا مفيش مسلسل عندي انا وقع الحمد لله الحمد لله يعني كل مسلسلاتي كانت ودايما كان مسلسلين في رمضان وفيلم وفيلمين في العيد. مشوار من ساعه ما جيتي مصر ايه اكتر حاجه حصلت وجعتك في المشوار المهني تمثيلي ماليش دعوه اي حاجه تانية. اللي انا فيه دلوقتي اللي هو ايه؟ ان انا كان انا كنت في الشركه دي كانت هي اللي بتجيب لي دايما ادوار كتير وشغل كتير وبعدين انفصلت عن الشركه قفلت تقريبا او اي حاجه فكنت فاكره ان انا اشتغلت مع شركات كتير ومع ناس كتير ومع مخرجين بس كتير بس الكونكشنز مش كانتش معاكي كانت مع الشركه مع الشركه فلما الشركه حصل مشكله وقفلت ما بقتش فاهمه طب فين المنتجين اللي قبل ما اشتغلت مع الشركه دي فين المخرجين اللي انا اشتغلت قبل مع الشركه دي اللي انا اشتغلت قبل ما ادخل الشركه دي اصلا مفيش هي يعني السوكي عملت معاها فيلمين ثلاثه ببلاش ما خدتش ولا مليم ما فكرش يكلمني في دور مثلا رغم ان ما خدتش فلوس مفيش يعني مفيش حد انا اشتغلت معاه وحاول يدور عليا وبعدين انا دلوقتي في حاجه ملاحظاها الموضوع موضوع شلالية في وجوه جديده قوي كتير طالعه وطبعا في منهم يستحق وفي لا بصراحه ما شفتهمش كلهم عشان لا يعني على قد ما انا تابعتش في منهم جزء يستحق الفرصه وجزء ما اعتقدش انه يستحق مش عارف بس انا عايز اقول لك انا بذاكر يعني انا لما ببقى معايا عندي مشروع انا فعلا بذاكر يعني ساحره الجنوب دي قعدت 6 أشهر اذاكر عن البنت الملبوسه بتبقى عامله ازاي انا وصلت 49 كيلو في ساحره الجنوب علشان عرفت ان هم ما بياكلوش وما بيشربوش وما تلاقيش لي ما تلاقيليش ولا مشهد باكل ولا بشرب فيه عشان 49 كيلو عشان تبقى ازاي بالظبط. مين اكتر ممثل استريحتي معاه في الشغل؟ انت اشتغلتي مع نجوم كتير بس اكتر حد اشتغلتي قدامه كان في بينكم كيمستري او كان في بينكم كيمياء كانت مريحه. كلهم كويسين يعني مش بقيمهم هم بقيم التجربه يعني كانت التجربه لطيفه. كانت تجربه لطيفه وبتعلم في نفس الوقت. استاذ جمال سليمان. في سيدنا السيد. سيدنا السيد ومن امتع الادوار اللي عملتها كانت ميني مع المرحوم محمود الجندي. يعني شخصيه كان انا كنت خايفه جدا لان هم قالوا لي ده كان فيلم زمان فلما اتفرجت على الفيلم لقيت اللي عامله دوري مدام سناء جميل. يا نهار ابيض. فقلت يا نهار اسود ومنيل ده هعملها ازاي دي؟ دي كانت معجونه تمثيل. استاذ جمال عبد الحميد قال لي حوريه المشهد اللي هيبقى بينك وبين محمود ما ينفعش واحد يبقى اعلى من الثاني طبعا لازم الاثنين تبقوا عايز اقول هو اللي ساعدني محمود الجن بصراحه لا استاذ كبير ده ومن اجمل اطيب الشخصيات اشتغلت معاهم استاذ جمال عبد الحميد طبعا بصراحه يعني في مخرجين كتير قوي قوي استاذ تامر محسن طبعا بدون ذكر اسماء اشتغلتي مع مخرجين وابطال ونجوم كتير سواء سينما او دراما تجربه المسرح كنت مأخرها ليه؟ ما كنتش بفكر فيها خالص بالعكس ده هم اللي انا ما كنتش بفكر فيها هي اللي اتعرضت عليا يعني ما كنتيش حابه يعني دايما هم 3 أماكن سينما ومسرح تلفزيون فانت عملتي سينما ومسرح بكم محترم جدا جدا في الفتره دي ما فكرتيش يبقى عندك مسرح كمان؟ انا ما كنتش بفكر فيه انا كنت ناسيه خالص كنت لغايه لما طب انت مسرح خاص ولا مسرح دوله؟ دوله حلو فهو لسه الكلام ده من اسبوعين يعني ف الاستاذ ايمن عبد الرحمن الكاتب طبعا كمان. طبعا ف
فحاجه ما طب ولسه الابطال اللي حواليك لسه ما لا لسه ما اتكلمتوش لا لسه ما اتكلمناش لا شايفه ان ايه امتع انت جربتيش المسرح بس انت جربت سينما وتلفزيون ايه امتع بالنسبه لك سينما ليه مش عارف بتحسيها امتع طب امتى حسيتي بردود افعال الناس على حاجه انت عملتيها يعني انا يعني خلينا نفضل في وجهه نظري انك مختفيه انت بتقولي انا مش مختفيه فطب امتى بقى نزلتي في مكان او حسيتي بردود افعال دي قوي انا ما بتخرجيش انا بقى لما بنزل تحت حتى وبشتري حاجه كان ايه اكتر عمل عليه رد فعل كبير قوي حسيتي بيه بجد في الشارع حكاية بنات وشعرة الجنوب حكاية البنات كلها كانوا مسميوني كوكي كنت بلف الكعبة وانا بحجب ويقولي يا كوكي كوكي شخصية حكاية بنات ايه الدور اللي نفسك يتكتب لك سواء سينما او تلفزيون؟ الأميرة ذات الهمة وهي قصة حقيقية حصلت في 1800 وحتشبسوت حتشبسوت؟ اشمعنى حتشبسوت؟ مش عارفة يعني لما بقرأ عنها ببقى عايزة أحس يعني عايزة أعملها عايزة أحسها عايزة أشوف الست دي كانت عاملة إزاي وبعدين هي كانت بتنزل بتفتتح بنفسها لا هي طبعا هي في العصر الفرعوني هي اسم كبير يعني في الخيول كانت هي بتنزل بنفسها عشان موضوع خيول برضو في حاجات ممكن اعملها يعني في حاجات من شخصيتي زي اميره ذات الهمه برضو كانت متربيه على انها ولد وكانت بتنزل تفتتح مشاريع يعني فالاثنين دول انا نفسي اعمل الاثنين دول ما فكرتيش في وقت من الاوقات انك انت جرأتك في شويه ادوار او في بداياتك في كريمني شكرا ممكن تصنفك في حته معينه في التمثيل فما كنتيش خايفه يعني كريمني شكرا وما بعد ان فكره الجراءه اللي كانت في الدور كلمني شكرا انا عملت الدور صح انا ما كانش قصدي ان انا يبقى فيه اغراء الناس مش متخلفه مفيش واحده هتبقى قاعده وحاطه لابسه نظاره واحده عماله يبعت لها كروت بخمسه اكيد جنيه مش عارفه يعني في حاجه في الدنيا كده يعني لا اكيد بتبقى في حاجه مقابل حاجه كل عملته اني قلعت النظاره وكاني بقلع من فوق ومن بعد كده انا ما عملتش اي حاجه فيها اغراء خالص قلب الاسد يمكن كان فيه اغراء شويه بس مش 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 زي كلمني شكرا بس انا ما تصنفش اغراء خالص طب امتى طلعت عليكي اشاعه ضايقتك واحتجتي انك تردي عليها وكنت محتاج لا عكرت مزاجك اشعت يعني حصل قبل كده؟ ايه؟ حصلت قبل كده؟ بس مش مكتوبة بس كلام. من الناس يعني اسمع من الناس بيقولوا فده بيضايق كذا 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 ده مش حقيقي مرة عملوا لي فرح في الفور سيزون انا متجوزة ساري عربي وعمرو دياب ودينا الرقاصة جت وانت كنت فين ساعتها؟ انا كنت في سرير يعني عملوا لي فرح وجوزوك وانت كنت نايمة ما احبش الناس اللي ما تعرفنيش وما تعاشرنيش انها تقول حاجات عني وهي مش عاشراني وما تعرفنيش فانت جبتي الحاجات الخصوصيه قوي دي منين الكلام ده غلط مثلا حد يتكلم على لسانك يعني حد يتكلم على لساني حد يقول عليا بتاعه مخدرات حد يقول عليا بتاعه شرب حد بيقول ان انا صايعه ان انا طول النهار طول الليل سهرانه كل ده كلام من ناس ما تعرفكيش اصلا سوري من كلام من ناس ما تعرفكيش اساسا اه ما قابلوكيش قبل كده لا طب احلامك الفتره اللي جايه الخطوات اللي ناويه تاخديها مع الحاجات اللي معروضه عليكي انك انت
تغيري ستايل حياتك او تغيري ستايل علاقاتك او تغيري فكره ان يبقى عندك فعلا شركه او عندك حد او تقربي شويه من الحكايه، ولا هتفضلي زي ما انت؟ لا عرفت يعني هيبقى عندي شركه، عرفت هيبقى عندي شركه، بس انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا، لان انا نجحت نجاح اللي انت بتقول عليه ده كله وانا ما كنتش بعمل اي افورت. ده اللي كانوا بيقولي لحد عندي، وعمري في حياتي ما هاخد سيناريو واقول لحد لو سمحت اعمله. انا بس اقول عن يعني للنهار يا ريت تفكروا تاخدوا ساحلة الجنوب الجزء الثالث وتعملوه. انت حابه ان الجزء الثالث يتعمل؟ لان سماح الحريري كاتباه بطريقه حلوه قوي، لان هو الجزئين الاولانيين هو انا قتلت كل الناس، فقدرت انها تعمل جزء ثاني حاجه ثانيه خالص على فكره، وممكن يتعمل بشكل ثاني يعني. يعني يبقى مش ساحلة الجنوب بس، انا كان نفسي ان هو ترند، عشان ترند نجح. ممكن يتعمل وتغير الاسم، بس يعني الناس كانت مستنيه جزء ثالث، تشوف ايه الثالث يعني. والله اتمنى انه يكون في جزء ثالث، واتمنى انه يكون بعيدا عن جزء ثالث او حتى حاجه شبه ساحرة الجنوب، وتكوني دايما موجوده معانا في رمضان وبره رمضان، دايما ناجحه ودايما منورانا على قناه النهار ومنورانا في السينما. مبسوط بالحلقه جدا. انا مبسوطه قوي يا حوارين، شفتك وحشتيني جدا ساعه ما كنا في الجيم. يعني انت من بدايه الحلقات اللي بدات بيها البرنامج ده، انا مش عايز اقول لك الحلقه دي من كام سنه. يا سلام. الحلقه دي من 5 سنين. حياتي. فمن يعني يا رب دايما ناجحه ودايما معانا في نجاح. شرفتينا ونورتينا يا حبيبي. ثانك يو فيري ماتش، ميرسي قوي، وبشكر كل مشاهدين النهار. شكرا لكم على حسن متابعتكم، اشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.